وما تهيأت الركبان واجتهدت وبادرت في صراعها أوصرت وغدت أو ما حدات على سير الجمال حدت. سبحان الله وصدق حين قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الجمال بتبهرك وهي بتمشي، وتبهرك وهي بترد المية، وتبهرك وهي بتبرك، وبرغم قوتها وضخامتها لكنها كانت من أسهل وأقدم الحيوانات اللي استأنسها الإنسان، ولقدرتها العجيبة على الحياة في الصحراء والجبال والتكيف مع الحر الشديد وندرة المية، بقت هي الرفيق للبدوي في شبه الجزيرة العربية والصاحب لأهالي جنوب مصر في العمل والسفر والترحال، وفي الترحال يحلى الغنى مع حادي الجمال.